الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جلسة أخيرة من برنامجنا صلاح الحال. حديثنا اليوم كيف نرسخ حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوب جيلنا الجديد، لذلك كونوا معنا. أيها الكرام، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خير الهداة والمرشدين وأعظم الدعاة والمصلحين، وهو أسوة حسنة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لو نظرنا إليه صلى الله عليه وسلم كمعلم وكمربي للأطفال لوجدناه أحسن الناس تربية، وأحسنهم تعاملا، وأكثرهم حنينا وعطوفا بهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم معدن النور والهداية، حيث تربى في كنفه نجوم الأمة اللامعة، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، والذين هم قدوتنا ومعلمونا ونقتدي بهم ونسير على نهجهم. فكيف لنا أن نربط أجيالنا الجديدة به صلى الله عليه وسلم حتى ينشأوا على نهجه ويتربوا على سنته؟ وذلك بأن نرسخ حبه صلى الله عليه وسلم في نفوسهم بقراءة سيرته العطرة وصفاته العلية وشمائله الخلقية والخلقية، ونرغبهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونذكر لهم فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحدثهم أكثر عن هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا تنشأ محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ويتعلمون عن سيرته ويسيرون على هديها. إلى هنا أيها الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة وهذا البرنامج. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.